اخواني المشاهدين ومتابعي قناة سينما في سينما وفي برنامجكم المفضل بوكس اوفيس ريبورتس. طبعا اليوم راح نتحدث بشكل سريع جدا ايضا عن اعلى الافلام التي حققت ايرادات في دولة الامارات في سنة 2017 حتى الان، برغم ان نحن توقعنا بعض الافلام القوية والافلام اللي فيها نجوم على مستوى عالي جدا مثل توم كروز نزل فيلمين هذا السنة، ولكن لم يستطع أن يتفوق من ضمن أفضل 10 أفلام في إيرادات بوكس أوفيس في شباك التذاكر في دولة الإمارات. راح نوافيكم بشكل سريع قراءة سريعة جدا عن بوكس أوفيس. لا زال الفيلم فاست أند فيوريس متصدر المجموعة حتى الآن، ونحن في أكتوبر شهرين فقط تفصلنا عن نهاية سنة 2017. شاهدنا أفلام كثيرة، أفلام جميلة ورائعة جدا، وهناك أيضا أفلام ما توقعناها أن تكسر حاجز 100,000 مشاهد، ولكن أيضا فاجأنا بهذا الرقم. وهناك أفلام يعني مثل بوبلي اللي كان ضيف جديد في لغة الأرقام والإحصائيات في شباك التذاكر أيضا، اللي فاجأ شباك الإمارات من ناحية الأفلام اللي نافست بقوة على الأفلام الأمريكية الكبيرة، ولكن فاست أند فيوريس لازال هو المتصدر بالمجموعة. يا ليت نشاهد هذه النتائج الأخيرة. فاست أند فيوريس يعني 763,000 مشاهد، 30 مليون درهم تقريبا. بوبلي محتفظ في المركز الثاني 669,000 مشاهد، 26 مليون. وعندك سبايدر مان هوم كومينج 370، بيوتي اند بيست 498,000 مشاهد، 19 مليون درهم وكسور. ذا بوس اند بيبي ايضا 14 مليون حقق. هذه الارقام. وندر وومن، عندك الفيلم الهندي الثاني تيوب لايت ايضا حقق 296,000 مشاهد. هذه بعض الافلام اللي طريناها بشكل سريع جدا، ونقول ان فاست اند فيوريس في المركز الاول، بوبلي في المركز الثاني، وسبايدر مان لا زال محافظ على مركز الثالث. ونحن في اكتوبر وباقي لنا شهرين، وهناك اكيد في نوفمبر افلام امريكيه كبيره جدا نازله، وايضا عندك في ديسمبر افلام نازله مثل ستار وور اللي كل يترقب هذا الفيلم الكبير الحقيقه. ونتوقع ان ستار وور احتمال كبير انه راح يكسر ارقام بوبلي اند فاست اند فيوريس. هذه قراءات طبعا معظم المحللين ان ستار وورز انه يحقق ارقام كبيره جدا. وايضا دخلت بعض الافلام خلال الاسابيع الماضيه، خلينا نراجع نشوف الفيلم وور بلانيت ابيس حقق 311,000 مشاهد، وصل الى 12.5 مليون درهم حتى الان، وهذا رقم ايضا يعتبر كبير جدا. وايضا عندنا الفيلم هذا اللي كان غير متوقع الحقيقه، هذا الفيلم مفاجاه للجميع الحقيقه، حتى لاصحاب السينمات للموزعين، اللي وصل رقمه 214، ذا هيتمان بوديغارد، فيلم اكشن كوميدي ثنائي، ولكن الرقم هذا يعتبر كبير جدا، ما كان في الحسبان. يعني الليمت والتوقعات كانت ان هذا الفيلم راح يحقق 100 الى 120 الف مشاهد، ولكن ضرب رقم دبل ونجاح ساحق جدا، يعتبر الفيلم تقريبا سوبر هيت. ولكن الثلاث الافلام القويه هذيل كلهم فاست اند فيوريز، بوبلي وسبايدر مانز، يعني اخذوا التاج مو بهيت ولا سوبر هيت، اخذوا التاج بلاك باسترز، يعني اكتساح كاسح للبوكس اوفيس. ونحن ننتظر ان شاء الله مثل ما قلت لكم الافلام القادمه البوكس اوفيس. والشيء الجميل في الليستة ايضا عندنا الفيلم العربي الحقيقه اللي وصل الحاجز 100,000 مشاهد، وهو فيلم تصبح على خير مال تامر حسني اللي كسر الارقام
اللي بدأ بدايته كانت جدا بسيطة ومتواضعة ونزل مع أفلام كبيرة جدا، ولكن بسبب قوة سيناريو الفيلم والأداء التمثيلي بدأ يسحب الناس إلى صالات السينما، حتى أن يصل إلى رقم، عندك هذا الرقم تصبح على خير، وصل 116 ألف مشاهد بمبلغ 4.5 مليون درهم، حقق هذا الرقم، يعني يعتبر تقريبا سوبر هيت، يعني نعطيه تاج سوبر هيت وليس هيت، سوبر هيت هذا الفيلم. هذه الأرقام السريعة طبعا للأفلام البوكس أوفيس اللي نزلت في 2017 حتى الآن، أعطيناكم أسماء الأفلام والإحصائيات وعدد المشاهدين، وأيضا أعطيناكم المبلغ الإجمالي لكل فيلم. طبعا السنة راح تقفل خلال شهرين، ومتوقعين أيضا أن رقم فاست فيوريز احتمال راح يعني يتحطم أمام الأفلام الجاية القادمة في شهر 12 إن شاء الله. عموما هذه قراءة سريعة، تابعونا إن شاء الله في كل حلقات بوكس أوفيس، نبغى منكم تعملوا لايك وسبسكرايب لهذه القناة الحديثة اللي دائما تعطيكم مؤشرات لبوكس أوفيس، وعندنا برامج أخرى أيضا موفي ريفيوز، وعندنا ردة الفعل، هذه كلها لأجل عيون مشاهدين ومتابعي قناة السينما في السينما. نلتقي معاكم في حلقة القادمة، مع السلامة.